ثلاث أيام تقريبا ما أكلوا ولا حطوا بفمهم ولا لقمة. ثلاث أيام تقريبا ما أكلوا ولا حطوا بفمهم ولا لقمة. تقريبا حدود 65 إلى 70 ساعة ما أكلتهم أبدا. ثلاث أيام ما أكلوا، ثلاث أيام ما شافوني. كثيرين نقلوا من أصحاب المحتوى أو أصحاب أو مربين الأسود قالوا إنه الأسد يشوف إن صاحبه هو عبارة عن مصدر غذاء أو هو اللي يعطيه الأكل يمده بالأكل فعشان كذا هو ما يأذيه. طبعا هالكلام أبدا غير صحيح، وهالشيء راح أثبته لكم الآن. أنت شفت هالفيديو الآن إلى هذه اللحظة فأنا أموري طيبة، يعني ما جاني أي أذية منهم. حدود 60 ساعة ما ذاقوا بطنهم شيء. طبعا أنا ما قاعد أسوي أو ما قاعد أجوعهم عشان أصور مقطع وأطلع فيديو، طبعا لا. الأسود تحتاج صيام يومين ثلاث أيام يوم، ما ينفعني أكلهم بشكل يومي. زي ما أنت شايفين، تعال هلا هلا، انتوا شايفين؟ شافوا الاكل قدامهم، سحبوا على الاكل وجوني. انا اقول لكم الاسود اوفي، ما تصدقوني. تعال، هذا الاكل قدامهم ما اكلوا الى الان. هذا رد بس للناس اللي يقولون ان الاسد اذا جاع ممكن ياكل صاحبه. جوعانين هم الان، تركوا الأكل وجوني. والله العظيم إنه ثلاثة أيام ما أكلوا، والله العظيم.